شو رح يصير هلا؟ نحن ما لازم نرد على تهديدات برشان تارتي. لازم نلاقي آنش. انت ما عم تفهم، نحن ما معنا وقت كتير. برشان تتحول لمجنون، هو في يعمل اي شيء. انا لازم اخذ قراري هلا. أرتي، قرار شو هاد؟ انت شو عم تقولي؟ انت ما عم تفهم ياش، نحن ما معنا وقت طويل. انا شو لازم اعمل؟ ما عم اقدر افهم. من جهه ابني انش، ومن الجهه الثانيه انت. انا بكون ام، وانا زوجه كمان. اذا بدي اسمع للام، الزوجه هي اللي رح تخسر. واذا سمعت للزوجه، الام هي اللي رح تخسر. ياش قلي شو لازم اعمل. ياش قلي، انا ما عم بعرف اتصرف. والله ما عم بعرف اعمل شيء، ما عم افهم شيء ياش. أنا أخذت قراري ياش. خلص أنا قررت ياش. بالحقيقة أنا بحبك كتير إلك ياش. بس الحقيقة التانية مهمة، وهي إني بحب ابني أكتر منك بكتير. هارتي، ليكن خلصوا ال 15 دقيقة بسرعة. الو، شو قررتي هارتي؟ ال 15 دقيقة خلصوا. رح تتركي ياش وتجي معي أنا، أو لازم روح هلا انا مع انش لحالنا ونترككن؟ ارتي ما رح تروح على محل معك، عم تسمعني؟ وانت ما رح تقدر تعمل شي لانش بنوب. ما رح تحصل على ارتي ابدا، ولا حتى على انش، عم تفهم؟ بكل الاحوال انش معي. قديشك زلمه غبي. انا رايي انت خليك عايش هلا بسعاده مع ارتي، وانا رح روح هلا واخد انش معي، وما عاد خليكن تشوفوا لا انت ولا هي طول عمركم. يلا باي، بشوفكن. لا برشان، انا جاهزه لحتى اجي لعندك. لك ارتي، انت شو عم تقولي؟ بدك تنسيني كرمال انش؟ ويمكن انت نسيتي هلا انك ام لبالك وبيال. وانت نسيت ياش انه انش ابني، هو من دمي ولحمي، انا اللي ولدته، وأنا مستعد أرتكب 100 ذنب كرماله إذا لزم الأمر. الناس أكيد معها حق باللي قالته، إنه الأم البديلة رح تبقى بديلة، وإنتي بهذا اليوم ورجيتيني وشك الحقيقي. هاي آرتي الحقيقية. أنا ما عندي وقت لهذا الحكي الفاضي ياش. أنت فكر مثل ما بدك. برشانت، وين فيني شوفك مشان شوف ابني أنج؟ برافو عليكي، برافو، انتي عملتي الشي المنطقي والصح هارتي. هلا انا تأكدت منيح انك انتي زوجة برشانت. اسمعي منيح اللي بدي اقلك اياه. انا رح اقلك بعد شوي كيف وين انا رح شوفك. ماشي، باي. برشانت. اه، انا
أنا بدي أحكي مع ابني أنش بترجاك. ماشي خدي أحكي معه. بابا بابا ساعدني بابا بابا. روحي آرتي يلا، أنا أمه عم قلك أنت لازم تحطمي براشانت مثل ما جرحك وعذبك وجرح عيلتك وولادك وجوزك، حتى ما يعود يفكر يعمل هالشي مع أي ولد تاني ويعرض الولد وأهله لهذا الشي اللي عم يعمله معك هلأ. آرتي انتبهي على حالك منيح، أنا رح ألحقك. مفاجأة. أنت؟ بس في مشكلة صغيرة. ما في اتصال؟ شو القصة؟ معقول تكون آرتي بخطر؟ دكتورة! أنا بدي نعمل إجهاض للولد. رشان شو عم تقول؟ شو أنت جنيت يعني؟ رسي! اترك إيدي! برشانت! وقف وقف شوي، شوفي مين انت؟ وقف، شو بدك تعمل؟ انا عم اقول انه بدنا ننزل الولد، روحي وجهزي للموضوع يلا. لا تردي عليه، برشانت اتركني روح. هي مجنونة، روحي وزبطي الامور. جنيت؟ انت ليش عم تغصب على هذا الشيء؟ يلا على السريع اتركني. شو رح تروحي تجهزي كل شيء ولا اقتلك؟ لا شو حياتك مو مهمة عندك؟ ماشي انا رح اعمل اللي بدك اياه، بس انا لازم خدر اول شيء. بسرعة برشانت بترجاك، برشان بترجاك، ياش بترجاك، يلا بترجاك تتصل بسرعة ياش. شو هاد؟ لا برشان اتركني، بترجاك اتركني برشان. لا ايمية من ايدك. لا بترجاك رجع لي اياها. ايوة جهاز جي بي اس. لا انت كنتي عم تضحكي علي؟ انت كنتي عم تلعبي معي؟ انت خسرت يا برشان، تخسرت مشان الله اتركني. اعطيها المخدر، اعطيها المخدر. لا بترجاكي دكتورة، يلا بترجاكي. لا انتي ما منك فايدة. يلا برشانت، لا برشانت اسمعني بترجاك. لا بترجاك. لا وانا كلمة. لا برشانت لا. Ah!